الواد الزوز راح ربطه في كرسي كانه حرامي، ورحنا ملبسينه نص الطوب الفوقاني لمؤاخذه واحمر وهو لابس اسود. لو كنت شفت المنظر ده كان قلبك رقص من الضحك قد وسطك يجيب 100 مره. ايوه يا خميسه حبيبي، بس انا خايفه عليك، قلبي هيقف من الخوف. اتهد شويه يا اخويا، ده انت يا دوبك لسه خارج وعملت كل ده، امال اللي جاي ايه؟ اللي جاي زي اللي راح، كله رغاوي. يعني انت هتفضل رامي نفسك في النار كده على طول؟ متخافيش يا رمانه، النار ما بتحرقش مؤمن. انا ما بهزرش. ايه ولا انا بهزر ولا انت شاك اني مؤمن؟ لا طبعا يا اخويا، ربنا يزيد ويقوي ايمانك اكتر واكتر. امين ان شاء الله. بس انا والله خايفه عليك من اللبش ده. لبش ايه؟ هو انت عايزين اسيب حق يا رمانه؟ اسيب الناس اللي خانوني وسلموني للحكومه؟ اسيب البيت لعالم واطي يلهفوه مني؟ البيت اللي تعبت وشقيت وانا ببنيه طوبه طوبه، انت ما تعرفيش انا تعبت قد ايه ولا شقيت ازاي عشان ابني البيت ده. انا اتذللت للزباين، انا ياما كنت طايف للزبون اثبته واتذلل له، اللي جاي ياخد قرش ولا قرش ونص اثبته عشان ياخد له وقيه، واللي بياخد وقيه ولا وقيه ونص اثبت فيه عشان ياخد له فرش ان شاء الله حتى يقسمه هو وزمايله. انا شقيت يا رمانه، شقيت وعرقت وتعبت على ما وصلت اللي انا فيه وبقيت كده، اقوم بقى سايب كل ده في الاخر واقف اتفرج؟ ساعتها ما بقاش استاهل اسم افندينا يا رمانه. ايوه بس انا بصراحه كده ماليش فيه، انا بحبك يا خميس وخايفه عليك، مش عايزاك تضيع مني وتبعد عني تاني. هو ده قدري ومكتوب يا رمانه، غلط بقى ولا صح هو ده انا. اليوم امي جالها الطلق فيا كانت بتوزع بضاعه ساعتها وشالتني، كنت يا دوب لسه حته لحمه قد كده حمرا كده صغيره، وقامت شايلاني في صندوق حشيش. عشان كده انت طلعت صاحب مزاج. اه ما انا اتفطمت عليه. من ساعتها وانا بقول يتوب علينا ربنا، ولحد دلوقتي بقولها. الصندوق ده رمانه كان تابوت، تابوت من اللي بيشيلوا فيه الميتين، زي ما يكون مكتوب عليا اني اجيب الدنيا من اخرها واسرق طعمها من بق الموت. احنا ايه الكلام الكئيب ده؟ ايه اللي فكرنا بالليله دي دلوقتي؟ هو انا ما وحشتكيش يا بت ولا ايه؟ وحشتني طبعا. طب امال ايه بقى؟ ايه بقى؟ تعال بقى اهو. ايه؟ اهو بقى. اهو تلعبي ريست. ريست ده ايه؟ ريست يا بت، ريست دي لعبة النخبة. تعال بس ما تخم. ماشي ماشي يلا. بس اظبط كده، واحد اثنين تلاتة. يا بنت القوية يدوب علينا ربنا. راح فين على الصبح كده يا براك؟ مالكيش فيه، خليك في حالك. ما هو ده حالي، هو انا مش مراتك ولا ايه؟ مراتي؟ مراتي بعمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بعمارة الوضع اللي ابوك غصبنا عليه. بقولك ايه؟ حل عنا فوخي والصبح قولي على الصبح. انت صحيح لو عايز تنتقم من خميس لازم تعرف ان عنده رجالة كتير وعزوة اكبر، يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده. خدني على اخوانا اهو، رجالته ابن الكلب، بس وديني لكم جايب اجله بايدي دول. ساعتها تكبر في عيني وتسد الخانه الفاضيه وتحل محل اللي راح. اكبر في عينين مين يا بت؟ اوعى تكوني فاكره ان انا رايح اخد طار اخويا عشان اكبر في نظرك ولا حاجه. ده انت تبقي اتعبطتي، قدك 10 مرات بيترموا تحت رجلي كل ليلة. بس انت بتيجي كل ليلة تترمي تحت رجلي وما بعبركش. تعبري فيا يا بت!
ما هو ده تمامك، ما تعرفش تضرب غير النسوان، انما تيجي عند الرجاله وتعمل فار. انا فار يا بنت الكلب؟ وحات امك اللي عرفت نامك صح. انا بس وانت نزلي لتحت دلوقتي. يلا ارفع وشك يا مش ابن النوح اللي يحط وشه في الارض. مش هقدر ارفع وشي يابا غير لما اسحله قدام رجالته واخد حقي بايدي. حق ما يتاخدش بقعده نسوان في البيت ولا بكلمتين فاضيين. الحق يلزمه قوه تحفر بيها قبر للي ليك طار عنده، والقوه دي لازمها دماغ شغاله عشان توزن بيها كل ده، عشان يوم ما تضرب كفتك انت اللي تطب. فهمت يا براء؟ نسوان ناقصه رباعي؟ ده احنا على كده بقى ما كناش نسوان. الوليه كل شويه تغضب وتصرخ وتروح تعيط له. قال على رأي المثل، الراجل أنيها وهي بتبص لأمه بعينيها. البشاير قال ده المفروض يسموها نوايب. ولا ولا الله يخرب عقلك، أنت بتلعب في الجهاز عشان تموتني؟ أنا عارفة إن أمك مسلطاك علي عشان تعمل فيا كده. البيت بتابونا والغرب بيكرشونا. يا لهوي، قد البيت اللي انا لسه موضبه. انا الحقيقه منين ولا منين؟ بس الحقوني بقى. صباح الخير يا امي. صباح النور يا حبيبي، ازيك؟ في ايه بقى الصبح؟ طبعا ملاتك من ناحيتي وشعليلتك طار. يا ام يا ام، انا راجل عندي شغل وطالع عيني فيه عشان خاطري. بالراحه بالراحه يا اخوي، ربنا ياخدني ويخلصني بقى وترتاح، عشان ترتاح انت ومراتك وابنك في قلب البيت ويروق. لا همهم كله انهم يخلصوا مني. ابوس ايدك ابوس ايدك، خلي انت قلبك عليا عشان خاطري. حاضر يا حبيبي حاضر. انا ليا ايه في الدنيا دي غير راحتك؟ انا مناي حاجه واحده بس، اموريني تطلق الوليه دي وتخلص منها. ده ابوسها عكر. شايف ادي امك ايه؟ عايزه تخرب بيتي وتطلقني. قولي لي بقى، انت هتستفيدي يا ست انت لما تخربي بيتي؟ هتتجوزيه انت؟ برايبي قله الادب بتاعتك دي. امال عايزه تخربي بيتي ليه؟ ده انا حماتك يا بنت، انا هضربك بالجزمه على نافوك. كفايه بقى كفايه، ده ما بقاش بيت، ده بقى بستان. طب اعمل ايه؟ انا هخفى من وشكوا خالص، وحتى همشي هروح شغلي من غير ما اغسل وشي. ارتحتي بقى يا اختي؟ ارتحتي انت يا اختي؟ دلعتي ابنك؟ لا تكنيله في شكلك، امشي غني من وشي. ده انت ما فيكيش ذوق. هتطلقي هتطلقي. ها بتاعك يا معلم ابو الشمس. كيس كوارع. تحت امرك يا معلم. سند السكين ونص. سند السكين ونص. يا خير يا عمنا. اهلا. ادينا الطلب ده. وجب. كمل انت مع الضغوط. عيني. خليك معايا يا ضغوط، كمل العشر. ايوه استناك. نص فرش اربعات يا معلمي. زودت 100؟ حصل. طب اخفى دلوقتي. قال يا صابر، عملت ايه للسكينه؟ قال انا عايزك تذبح. ها؟ طول عمري بقول لا انا قد الشوق وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه عذاب.
يا شوق اللي مخرجك كده قدام البيت، الناس رايحه جايه عماله تبص. ايوه استنى. ايه بص لنا؟ مالك يا اخويا؟ اتخنقت، زهقت، قلت اطلع بره اشم شويه هوا. طب خش جوه دلوقتي. خش جوه دلوقتي. من عيني. حاسب لا تقع على وشك. اتكعبلت في طرف الجلابيه يا حاج. سلامتك من الكعباله يا معلم. عايزين نص فيها شر.